بين مدام ذكرت أنت الشرطة كمثال، شنو رأيك بما يقدم الشرطة بالدوري؟ أقول لك الشرطة هو 30 لاعب كلهم منتخب، يعني شلون ما يلعبون هم يفوزون، شلون ما يلعبون هم يقدمون صحيح. أوكي 30 لاعب منتخب يعني هسه مو منتخب، قبل الشرطة من العام هم كانوا مو منتخب صحيح، لكن توليفتهم روعة. يعني كان أحمد باسل مو منتخب العام الماضي صح. كابتن انا من اقول لك منتخب ذولا كلهم لاعبين كلهم طابين بلان المنتخب شباب اولمبي اول ها اوكي قصدك مثلهم منتخبات مثلهم منتخبات اوكي اوكي هم لاعبين النخبه زين فهم يقدمون المستوى رغم انه انا يمكن ما اعرف الموضوع اشكل علي انه موجودين كل النجوم بفريق واحد يعني لاعب ما يقدر يلعب له 45 دقيقه بدورين وهي يعني اشوفه اللاعب ورا سنه ينتهي المستوى مالته هي اللاعب همين راح يراجع نفسه انت صح يعني جاي اشوف انا انه الشرطه محرقه ديسرون محرقه للنجوم اها اي انا اقول لك يا انا يمكن هاي ما حد يحكي هذا الموضوع بس هم يمكن هسه يهاجمون همين عندهم مواقع هاي ايه؟ المفروض اللاعبين بس دقيقه من عنده مواقع هم يهاجم على الشرطه لا كل الانديه عندها مواقع كابتن انا اوكي يعني قصدك عندك وفره من عندهم وفره من اللاعبين كابتن بس ثق انه هاي الوفره جاء تتوظف بالطريقة الصحيحة وبدليل كل بديل دا يلعب دا يقدم ودا يؤدي بأعلى ما يمكن يعني سر نجاح الشرطة في الفترة الأخيرة التبديل كابتن صحيح يعني معناته أكو لاعب إلى رغبة يلعب معناته ماكو تذمر لا ماكو تذمر كابتن خمس تبديلات طبعا شلون اللي ينزل همين يريد يقدم مستوى ليش اللي يقدم مستوى يريد يفرض انه المباراه المقبله انه يكون اساسي اول هذا هم كلهم لاعبين جيدين ما اقول لك مو لاعبين هذا التنافس يخلق لك جوده لاعبين بس انا التنافس ما بالعكس فريق جيد ومستوى جيد واداء جيد ومتعب كره القدم بس المشكله احنا جاي يصير عندنا حرق للمواهب الموهبه ما جاي يلعب 90 دقيقه انت من تجي تاخذه المن اخذت رياض مزر اخذته للمنتخب هو لاعب بالشرطه 10 ادوار ما لاعب له اذا تريد تحسبهم ما لاعب له 500 دقيقه زين ما لاعب يعني الدقيقه اللي نقول الوقت اللي يكتمل به النفس مالته ويكتمل به وضعه البدني منو تقصد يا لاعب كل اللاعبين لا حسب نادي الشرطه لا استاذ احمد خلينا نشوفه علي حسني انصاب اكثر من فتره بسام شاكر شنو سبب الاصابه اصابات عضليه شنو السبب لين ما يلعب لا كل اللعبات كابتن في بدايه الموسم علي حسن في بدايه الموسم ما يلعب كل اللعبات بسام شاكر كان مصاب يعني هسه مو عندهم تخمه بالنجوم الشرطه هو الشرطه نادي الشرطه ما عندهم تخمه بالنجوم بس ما دي يلتمون كلهم في ان واحد دائما اصاباته متكرره ادري اصابه هسه مثلا عندك لاعب موهوب عندهم منو عمار غالب رقم 9 السنه الطويله يمكن رقم 9 يعني هذا من اللاعبين الموهوبين صار له 3 سنين وياهم ما لاعب له شوط كامل يمكن كل اربع مباريات خمس مباريات ينزلوه 10 دقائق 5 دقائق هو لاعب منتخب اولمبي اللي سجل على السعوديه زين لاعب موهوب زين هو بالفوره مالته هسه راح يظل قاعد مصطبه ليش مو يطلع شلون يعني كابتن اقول لك يطلع يروح الغير نادي الاجور مالته قليله ما حد يروح احسن ما ابقى جليس الدكه ما يفكرون اللاعبين ما يفكرون هالتفكير هذا هو هذا السبب